هذيك هي فكرت السميه اللي غادي ندير في 2006، حيت في 2006 درنا سميه ماروك، درتها غير ماروك. المشكل في المانيا ماروك ما يفهمها حتى شي واحد، فرنسا كيعرفوا بلي ان المغاربه كيقولوا لهم ماروك. بعداك المشكل في المانيا، الا قلت له قلت الالماني ماروك ما يعرفش شنو هي، خصك تقول له ماروكو. ماروكو في المانيا. هذيك سميت الفرقه اف سي ماروكو هيرن، هكا سميت الفرقه، مغاربه هيرن، مغاربه فوتبول كلوب ماروكان اللي كاين في هيرن. الحمد لله السميه شويه جاتهم مغربه من طبيعه الحال، بحال لعبه ليكيب ناسيونال المغرب اللي مسؤوله. عاقلين عندنا 86، عاقلين عندنا مزيان. هذيك راه باينه، عاقلين عندنا محلنا وعاد وصلوا. المهم عاقلين عندنا وصافي، هذا هو اللي كاين.